رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. أما تفسير بعض الآيات من سورة النساء، يقول الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ما المعني بالأمانات التي أمر الله بأدائها إلى أهلها؟ قال بعض أهل العلم إن هذه الأمانات عامة، فكل أمانة ائتمن عليها الشخص عليه أن يؤديها إلى أهلها، سواء كانت أمانة مالية أو كانت أمانة علمية أو كانت نصيحة طلبت من الشخص وكان عملا عهد به إلى شخص. ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأمانات هنا هي كل أنواع الأمانات، وهذا القول أوفق لسياق الآية الكريمة ولعمومها. وقال آخرون من أهل العلم إن الخطاب هنا لولاة الأمور، أمروا أن يؤدوا الأمانات كالغنائم والفيء ونحو ذلك إلى أهله، وهذا في الحقيقة جزء من العام، فيدخل فيه ولا يقتصر العام عليه. وقال آخرون من أهل العلم الخطاب فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، وهذا القول من أضعف الأقوال. نعم، الرسول أولى من يؤدي الأمانات إلى أهلها، لكن لا تقتصر الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: أمر الرسول أن يرد مفاتيح الكعبة إلى حجابها، إلى حجابها كطلح الحجبي ونحوه. فهذا قول، والذين قالوا إنها موجهة لولاة الأمور قالوا: لأن سياقها فيه وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ولا يمتنع أن يكون صدر الآية موجه للعموم، وقوله سبحانه: إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، موجه للحكام والقضاة، لا يمنع هذا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ينبغي التذكير بمعنى قول الله تعالى، وقد سبق: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ما الأمانة في الآية الكريمة؟ قال بعض العلماء: إنها كل التكاليف الشرعية التي كلفنا بها، فكأن السماوات والأرض والجبال قيل لها: يا سماوات يا أرض يا جبال، هل ترضين أن تكلفي بتكاليف شرعية؟ إذا فعلتيها تثابين، وإذا تركتيها تعاقبين. قالت: لا يا ربي، لا أريد ثوابا ولا أريد عقابا، لا أريد ثوابا ولا أريد عقابا. فعرض ذلك على الأرض، على ابن آدم، فحمل ابن آدم وقال: أنا مستعد لذلك، إنه كان ظلوما جهولا. فالأمانات كل التكاليف الشرعية، وإن اقتصر بعض المفسرين على ذكر بعض أفرادها لأهمية هذا الفرد عنده، كأنك ترى على سبيل المثال من يقول إن الأمانة هي الغسل من الجنابة، هي الغسل من الجنابة. كيف ذلك؟ كيف عرض الغسل من الجنابة على السماوات والأرض؟ وليس هذا المعني بمفرده، المعنى عموم التكاليف التي توجه للسماوات والأرض والجبال.
في حق الإنسان من أعظم هذه الأمانات غسل الجنابة وعدم كتمان العلم والأمانات المالية ونحو ذلك. عند هذه المسألة تثار مسائل. أولها حديث النبي، الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. هذا الحديث ضعيف الإسناد جدا، ضعفه الإمامان الشافعي وأحمد بن حنبل رحمهما الله، وقد نقل الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير شيئا من ذلك. وهنالك مسألة يقال لها مسألة الظفر أو الظفر، بعضهم يفتحها وبعضهم يسكنها: إذا ظفرت بحقك من ظالم، ظلمك شخص وأخذ منك مثلا مبلغ من المال يكافي 10,000، فتمكنت من أمواله من نحو هذه 10,000، فلك أن تأخذها. سميها العلماء مسألة الظفر، ويريدون لها من الشواهد قوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، قوله تعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، قول هند: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، قال: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، ونحو ذلك من الأدلة والعمومات. تتأتى هنا مسألة: إذا كان ثم فاجر استودعك أمانة وجاء يطلبها، هل تؤديها إليه لعلمك بفجوره أم تمنعه منها؟ الأصل أنك تؤديها إليه، قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إلى أصحابها. لكن إذا كنت توقن أنه مجرم أو سفيه وأودعك سكينة وسيأخذها يقتل بها شخصا، تمنعها أو تمنعه منها للتناهي عن المنكر، ولن تتملكها، لكن تتبع ذلك بطيب من القول ونافع من القول. قل لأولادك أولى مثلا بالأموال، أنت ستأخذها تبددها، سأعطيها لأولادك، كلاما طيبا يطيب الخواطر. والله تعالى أعلم. فمن العلماء من قال بردها مطلقا، ومنهم من قال: إذا كان سفيها ننظر إلى المصلحة العامة له ليس لنا، له هو، أين الصالح العام له ونفعله، لأن هو صاحبها. الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، سواء كان هذا الحكم على نفسك أو على والديك أو على الأقربين. إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، ولو كان الشخص عزيزا عليك احكم بالعدل الذي أراكه الله. قد تضافرت النصوص على ذلك: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة الذين يعدلون في حكمهم وأهاليهم وما ولوا، أو وما ولوا على الروايات الأخرى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم كل يوم تطلع فيه الشمس صدقة تعدل بين الاثنين صدقة. قد أثنى الله تعالى على قوم فقال: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقال: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. قال تعالى أيضا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إن الله يحب المقسطين.
فالعدل مأمور به. قد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للجائرين الظالمين الذين يقولون لا عدل يا محمد فإنك لا تعدل، فقال ويلك، ومن ذا الذي يعدل إذا لم أكن أعدل، فهو خير من حكم فعدل عليه الصلاة والسلام. البشر عليه الصلاة والسلام. قال تعالى في كتابه الكريم: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. هل يشير الإمام بالصلح بين يدي القضاء وبعد أن استبانت له وجوه الحق والصواب؟ علم الإمام أن القاضي أن لزيد عند عمرو 1000، حكمه بالعدل يقتضي أن يقول يا زيد لك 1000 عند عمرو، لكن هل يجوز له أن يحث عمرا دون إكراه على التنازل عن شيء يقول يا عمرو أنت صاحب حق، صاحب 1000، ولكن أنا أناشدك كصلح ليس حكما أن تتنازل لأخيك عن 500؟ للإمام أن يشير بذلك من غير إجبار على ذلك. قد دل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من البيت على إثر صوت قد ارتفع في المسجد، فإذا بكعب بن مالك يتقاضى عبد الله بن أبي حضرد دينا عليه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا كعب ضع من دينك هكذا، وأشار إلى النصف. قال قد فعلت يا رسول الله، فقال له قم فاقضه. فهنا إشارة بالصلح مع تبين الحق لصاحبه، مع تبيين الحق لصاحبه. فلذلك الصلح يختلف عن الحكم، أحيانا الصلح يكون بالتراضي، وكثيرا ما يتجه الحكام إلى الصلح فهو أفضل من الحكم، لأن النفوس تطيب بالصلح، لكن لا تطيب نفوس كثيرة بالحكم، والله تعالى أعلى وأعلم. قال تعالى في كتابه الكريم: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. لقد ضرب عمر بن الخطاب مثلا طيبة في حكمه بالعدل على القريب وعلى البعيد، وذكرنا نماذج من سيرته الحسنة العطرة في هذا الصدد، التي منها أنه لما أقيم على ابنه الحد بمصر، كان له ابن بمصر، شرب الخمر هو وأبو سروعة، ولكن أنفسهما اللوامة لامتهما، فقال ابن عمر ليس عبد الله قم بنا إلى هذا الأمير يطهرنا، أي يقيم علينا الحد حتى نوافي ربنا ليس علينا ذنب ولا تبع. الحدود كفارات كما هو معلوم. فذهب إلى عمرو بن العاص وقال له يا أيها الأمير أصبنا حدا فأقمه علينا. فجلدهما عمرو بن العاص رضي الله عنه، ولكنه جلدهما في القصر، قصر الملك، قصر الإمارة، وكان يجلد سائر شربة الخمر أمام الناس. وأيضا فإنه كان يحلق شعور شربة الخمر ولم يحلق شعر هذين، مع أن حلق الشعر شرب الخمر ليس فيه نص. فبلغت الواقعة عمر، فاستدعى عمرو بن العاص من مصر للمدينة، واستدعى ولده معه أبا سروعة،
فتخيل أن ينتقل الأمير من مصر إلى المدينة على الخيول، ليست هناك طائرات. شدد عليه يا عمرو بن العاص: تجلد شربة الخمر أمام الناس وتجلد ابني سرا؟ يا عمرو بن العاص، تحلق شعور شربة الخمر وتترك شعر ولدي؟ وزجره. ثم أعاد عمر إقامة الحد على ابنه ومن معه أمام الناس كسائر الناس. ما لبث هذا الولد لو أن مات بعدها بنحو من 70 يوما أو 90 يوما، فظن بعضهم أنه مات من الجلد، وليس كذلك، إنما هذا توافق. فهذا من عدل عمر في الحدود مع أبنائه، وعلم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لأسامة بن زيد: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وهذا الحاصل في كثير من الأزمان، مخالفة مرورية أبسط ما يكون، لك واسطة يتصل بالمرور تلغى المخالفة، ليست لك واسطة تذوق وبال أمرك. نعوذ بالله من هذا الظلم والجور. فعمر اقتبس هذا العدل من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك عدل في المال. قد كان ابنه عبد الله بن عمر في الكوفة، وأمير الكوفة آنذاك أبو موسى الأشعري، وكان ابن عمر يزمع الإقامة إلى الرحيل إلى المدينة، فقال له أبو موسى: يا عبد الله ابن عمر، عندنا مال من أموال المسلمين، مال زكاة وغيره، نريد توصيله إلى أبيك، فإذا شئت أخذته، وإن اشتريت به شيئا تاجرت فيه وسلمت لأبيك الأموال فهو لك ربحك. فقبل ابن عمر هذا العرض وحمل المال، اشترى بالمال أشياء من الكوفة إلى المدينة وباعها وربح ربحا عظيما. أشهد أن محمدا رسول الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالشاهد أن عمر رضي الله عنه رأى على ابنه عبد الله أثر الرياش وأثر النعيم، فقال سأله ما هذا؟ قال يا أبي، أبو موسى أعطانا أموالا نوصله إليك، فأخذنا واشترينا بها بضاعة من الكوفة وأتينا وبعناها هنا، وهذا مالكم الذي أعطاني إياه أبو موسى الأشعري. قال لا، يلزمك أن ترد كل الأرباح، هذا المال ليس بمالك إنما هو مال الله. قال يا أبي هذا مالكم، أعطاني لكم مبلغ هذا المبلغ. فتنازعوا فعرضوا الأمر على مجلس شورى عمر بن الخطاب للفصل بين الولد وأبيه، وللفصل بين أمير المؤمنين وأحد الرعية. فقضى مجلس الشورى أن يقسم المال قسم للمستثمر وقسم لصاحب المال رضي الله عن عمر. ومن عدله في هذا الصدد أيضا أنه لما قيل له في مرض موته استخلف يا أمير المؤمنين اجعل لك خليفة من بعدك، قال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يعدل بسنة الرسول سنة أحد، قال أترك الأمر شورى بينكم في هؤلاء الستة الذين مات الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي: علي وعثمان وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف. قال ويشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء. ركز على هذا، كان معزي لولده، يعني يواسي ولده أن ولده يشهد مجلس الحكم فقط وليس له من الأمر شيء. وفي بعض الروايات عنه ولتحرر أنه قال كيف أستخلف ولدي، لما قالوا استخلف عبد الله قال كيف أستخلف ولدي، أستخلف شخصا لا يحسن يطلق، أنه كان قد طلق امرأته في الحيط. لكن من كلامه السديد أترك الأمر شورى في الستة الذين مات الرسول وهو عنهم راضي رضي الله تعالى عنهم. وهكذا سير أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ورد بسند ضعيف أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت بينه وبين اليهود منازعة في بعض الأمر، فقالوا إذا نتحاكم نحن وأنت إلى شخص، قالوا نتحاكم إلى عبد الله بن رواحة شاعر رسول الله، فرضي النبي بذلك. فلما جاءت اليهود وجاء واستمع ابن رواحة إلى كلامهم، قال عبد الله بن رواحة بين يدي الكلام: معشر اليهود، يشهد الله أنكم من أبغض خلق الله إلي، وجئتكم من عند أحب خلق الله إلي، ولكن لا يمنعني حبي له وبغضي لكم من أن أقضي بالحق. قالوا صدقت وبررت يا ابن رواحة، بهذا قامت السماوات والأرض. هكذا فتعلم أصحاب رسول الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن مقولات عمار بن ياسر في بيان شعب الإيمان وأركان أصوله، بين شعب الإيمان من استكملهن استكمل الإيمان. قال الإنصاف من نفسك، الإنصاف من نفسك، فقل من يقول أنا مخطئ، قل من يقول أنا مخطئ. فهذا الإنصاف من نفسك مطلب عزيز في هذه الأزمان. قال تعالى:
وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، نعم الشيء الذي يعظكم الله به، فكل ما يعظنا الله به وخير. في أولا مشروعية الوعظ، مشروعية الوعظ، وخيره وأكمله وأجله الوعظ بكتاب الله، فالله يعظنا في كتابه، التذكير بما وعظنا الله به في كتابه أحسن ولا ريب من القصص والحكايات وضرب الأمثال. وقد قال ربنا: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. وقال: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال: وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت. فخير وعظ وعظ بكتاب الله، استنباط ما فيه من جميل المعاني، ووعظ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد أمر الله بالوعظ في قوله: وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، أي قولا فصيحا واصلا للقلوب وبليغا لها بإذن الله. وقد وعظ النبي أصحابه موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. فذكر الحديث: وعظ موسى عليه السلام بني إسرائيل موعظة فأبكاهم. فالوعظ مستحب، وتسأل الله التوفيق للكلمات الطيبة أثناء الوعظ، وتستخرج من كتاب الله ومن سنة رسول الله العبارات الطيبة التي تؤثر بإذن الله تعالى في القلوب، وتسأله أن يهديك للطيب من القول، فإنك لن تهتدي إلى الكلمة الطيبة إلا إذا هداك الله، لن توفق لها إلا إذا وفقك الله. كم من كلمة طيبة طمأن الله بها النفوس وأثرت وآتت أكلها كل حين بإذن ربها، وكم من كلمة خبيثة أثارت شرا وفتنا. فربنا سبحانه يعظنا أجمل المواعظ في كتابه الكريم، فأجمل موعظة موعظة استلت من كتاب الله سبحانه، وهذه الباقيات الصالحات تنتفع بها يوم لقاء الله، إن ذكرت بها انتفعت وإن ذكرتها انتفعت. إن الله نعم ما يعظكم به، نعم الشيء الذي يعظكم الله به. فإذا تجولنا في كتاب الله وجدنا جميل المواعظ، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، كلها أشياء نافعة، الحمد لله على هذا الدين القيم. لهذا كان القرآن الكريم خير معجزة أرسل بها نبي، لأنه ما زال باقيا يتلى، كله طيب، ما تجد أبدا كلمة ليس بطيبة، حتى عن التعبير عن الجماع وعن معاشرات الزوجة بأجمل أسلوب وألطف عبارة وأحسن عبارة. الحمد لله شهدنا يا رب أن هذا الكتاب من عندك، شهدنا يا ربي بذلك فاكتبنا مع الشاهدين. إن الله نعم يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا، إن الله كان سميعا بصيرا. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية الكريمة ووضع إصبعه الإبهام على عينه، إصبعه السبابة على عينه والإبهام في أذنه. وردت رواية وضع إصبعيه السبابتين على العينين والإبهامين في أذنه، فاستدل بها بعض العلماء على أن الله تعالى له عينان، على أن الله تعالى له عينان سبحانه وتعالى. استدلوا كذلك بالحديث الشهير
ألا إن الدجال رجل أعور، وإن ربكم ليس بأعور. فقالوا قوله ليس بأعور تنفي أن له عين واحدة، أن ربكم ليس بأعور، فهذه حجة من حجة جمهور أهل السنة على إثبات صفة العينين لله سبحانه وتعالى. هذا ولا يخفى عليكم أننا وإن أثبتنا لله عز وجل، ونحن نثبت لله ما أثبته لنفسه، نثبت لله ما أثبته لنفسه، ولكن ونعتقد مع ذلك تمام الاعتقاد أن الله ليس كمثله شيء. قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهي على غرار قولنا لا إله إلا الله، لا إله نفي الآلهة، إلا الله إثبات الإلهية لله وحده، على الغرار ليس كمثله شيء نفي المماثلة، وفي ذات الوقت إثبات ما أثبته الله لنفسه وهو السميع البصير. فلله سمع لكن ليس كسمعنا، سمعنا قاصر، سمعنا ضعيف، سمعنا ينسى، أسمع من قرب ولا أسمع من بعد، أسمع واحدا يتكلم، إذا تكلم عشرة لا أسمع. أما ربنا إن تكلم الخلق كلهم في آن واحد وبكل اللغات، بكل لغات العالم، وليس البشر فحسب، بل الملائكة والجن والحيتان السوابح والطيور الجوارح والوحوش الكواسر والنمل والذر والنحل وكل والعقارب والحيات، لو تكلم الخلق كلهم في آن واحد في لحظة واحدة وباللغات المتعددة فإن الله يسمع جميع الخلق. فليس سمعه كسمعنا، سمعي وسمعك، يسمع واحد يتكلم عن قرب، أما الخلق كلهم إذا تكلموا فسبحان الله العظيم. وكذلك البصير جل وعلا، الله يسمع ويرى، ورؤيته ليست قاصرة كرؤيتنا، أنا أرى من قرب ولا أرى من بعد، إذا نظرت من أمامي لن أرى من خلفي ولا من عن يميني ولا عن شمالي ولا من فوقي ولا من تحتي، نظري له أمد لا يتجاوزه البصر. لكن ربنا يرى كل شيء، يرى ما في السماوات وما في الأرض وما تحت الثرى وما في البحار، في كل ذلك، في كل ذلك عنده سواء، يرى كل شيء جل وعلا، ويراك في كل أحوالك، استترت، أخفيت على نفسك، أغلقت على نفسك الأبواب، أرخيت على نفسك السطور، في أي مكان كنت يراك الله، ويرى ليس فقط أنت بل الخلق كلهم يراهم الله سبحانه وتعالى، أنني معكما أسمع وأرى. كنا نحن كخلق من خلق الله تتفاوت أبصارنا وتتفاوت أنظارنا، السمك يرى في الماء ونحن لا نستطيع أن نرى في الماء، الخفاش قالوا يرى في ساعة من الليل فقط وبعد ذلك يرى بأذنيه، يتحرك بأذنيه، البعوض يرى بناء على الحرارة ويتحرك بناء على الحرارة، الديك يرى ما لا نرى، الملائكة يرون ما لا نرى. فإذا كان الخلق يتفاوتون في رؤياهم فالله يرى، لكن رؤيته ليست كرؤية البصر القاصرة. عيني وعينك تفنيان، عيني وعينك تضعفان، أذني وأذنك تنتهيان وتضعفان كذلك، لكن الله سبحانه وتعالى هو السميع البصير جل وعلا كما أخبر عن نفسه، إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. فلمن يريد الوعظ، ها هو كتاب الله بين يديك، عظ به، ذكر به، استنبط منه الفوائد، ترى كل جميل
ترى كل حسن، خذ من كتاب الله مادتك تثاب عند أخذك وتثاب عند تبليغك وتثاب عند دراستك وعند تذكيرك، فهو كتاب الله بين أيدينا، والحمد لله الذي حفظ لنا هذا القرآن. وصدقت يا ربي ولك الحمد إذ قلت إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالحمد لله هذا. وصل اللهم على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.